Mr. President, السيد الرئيس، fellow ministers, distinguished guests, السادة الوزراء، السادة الضيوف، لقد حضرتم جميعا هنا لإجراء مناقشات، وأنا يشرفني أن أكون هنا قادرا أن أتحدث معكم وأن أشارك بضع الكلمات وأن أقوم بتقديمي التحيات الخاصة بالرئيس بايدن التي آمل أنها تجلب النوايا الحسنة من الولايات المتحدة الأمريكية لمخاطبة هذا التحدي الذي يقع على عاتقنا، وأيضا أن تجلب رسالة من برسالة سلام، السلام عليكم. لقد استمعت وأنصت لكل كلمة ولا أختلف على أي كلمة قيلت من قبل حول المسؤوليات، ولكن اسمحوا لي أن أخذ دقيقة وأن أحاول خلال هذه الدقيقة أن أضع هذه التحدي في إطار. فقد استمعت إلى الأحاديث وحضرت لقاءات منذ 1980 وفي أول مؤتمر في ريو والعديد من المؤتمرات الأخرى، وكان لدي شرف أن أقوم بالتفاوض بالنيابة عن الولايات المتحدة في غلاسكو وفي باريس، وأود أن أشارك حضراتكم جميعا أن أقول أنه المسألة مهمة بالنسبة لنا، وأن نقوم بالتركيز على العلوم والتركيز على سبب وجودنا هنا ولماذا نتحدث عن هذه المشاكل. 20 دولة أيها السادة تساوي 80% من كل الانبعاثات، 48 دولة في الصحراء الأفريقية جميعها تساوي 0.55% من الانبعاثات. لذا فعلينا أن نبدأ أيها السادة بوضع هذا الإطار في عرضه على أنه مشكلة. فكما قال الرئيس كينيدي أن كل المشاكل الموجودة في الكوكب خلقها أو معظمها خلقها البشر، وبالتالي فإن عليها أن يتم حلها من قبل البشر أيضا، وهذه هي بطبيعة الحال هي مثال من هذه الأمثلة التي تنطبق عليها هذه الكلمات. نحن لسنا هنا بسبب السياسة ولا الأيديولوجيات ولا حتى بسبب الاهتمامات الاستراتيجية، بالرغم من أن هذا متوفر، ولكن هذا ليس هو السبب وجودنا هنا اليوم. نحن هنا أيها السادة بسبب العلم، بسبب الرياضيات والفيزياء وبعض الكيمياء والأحياء أيضا، لأنها تصرخ في وجوهنا لكي نتقبل المسؤولية حول الطرق التي قررنا أن نعيش بها، أن نحيا بها، وأن نقوم باستخدام سياراتنا واستخدام الطائرات، وأن نقوم بتدفئة منازلنا، وأن نقوم بإنارة المباني مثل هذا المبنى تحديدا. هذه هي المشكلة أيها السادة، إنها ليست معقدة ولا حتى ينبغي أن تكون الحل معقد، وخاصة من الأهمية بمكان عندما نلتقي في شرم الشيخ بعد 60 يوما هنا في جمهورية مصر العربية، والتي يطلق عليها أم الدنيا. فإن هذا هو المكان شرم الشيخ التي ربما تستطيع أن تعيد إلينا حواسنا وتساعدنا في أن نصل إلى هذا ونحققه. انظروا إلى مختلف أنحاء العالم، نستطيع أن نمشي حول نهر الراين في ألمانيا، كل الأنهار في أوروبا أصبحت جافة، ولكن 18 دولة في أفريقيا سوف تتأثر بشكل كبير من جراء التغيرات المناخية. ما زال هناك في الصين مشاكل، في الولايات المتحدة، في دول مختلفة حول أنحاء العالم. إن المياه تختفي، المياه التي تمثل سببا للصراع تقدم لنا الآن تحديا بالنسبة للزراعة، والزراعة في حد ذاتها هي
لديها مشاكل بسبب ما يحدث. تحدثت مع أحد علمائنا من الـ IPCC وقلت له ما هو الدليل العلوم اليوم؟ فقال لي واقع أن ربما نكون على وشك السقوط الهاوية أنتاركتيكا الشعب المرجانية. ثم قال والمشكلة الحقيقية أننا لا نستطيع أن نقلب الساعة. أصدقائي 15 مليون شخص يموتون من جودة الحياة بسبب الانبعاثات. كل هذا نطلق عليه كلمة تلوث، وكنا نقوم بتنظيف هذا التلوث ونحاول. لذا فإن المسألة هي أنه يواجهنا حقائق، حقائق بما يحدث وحقائق أيضا بما لا يحدث. في غلاسغو ف 65% من إجمالي الناتج المحلي تم توجيهه للقيام بأشياء سوف تجعل دولهم وتحافظ على دولهم في 1.5%. وفي واقع الأمر فإن هيئة الطاقة الدولية تقول إذا كانت كل دولة سوف تقوم بتلبية ما قالته سوف نصل إلى 1.8 بحلول 2050، وهذا هو المسار. المشكلة الحقيقية لا يقوم كل الأشخاص بالالتزام بما تعهدوا به. إذا فإن 65% لكي نصل إلى 1.5، إذن فإن هناك الكثير من الدول الأخرى التي لم تلتزم، وكل ما علينا نقوم به هو النظر إلى 20 دولة. 80% من المشكلة التي تشكل 80%، نحن أكبر ثاني أكبر متسبب في الانبعاثات. الصين 30% من الانبعاثات، ثم روسيا أو الاتحاد الأوروبي حسب كيفية النظر إلى الدول الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وإندونيسيا والمكسيك. وجئت من إندونيسيا وفيتنام حيث وافقوا أن عليهم أن ينتقلوا بعيدا عن الفحم وبعيدا أيضا عن الانبعاثات أو ما يسببها، وعليهم أن يقوموا بالعمل في مجالات التي المتجددة. إذن أصدقائي هذا ما نحتاج إلى وضعه في داخل هذه المعادلة، حيث نحن في وسط مأزق. إن كل تحليل اقتصادي يبين لنا أنه أكثر كلفة لكي لا نستجب إذا لم نستجب إلى التغيرات المناخية. وعلى مدار العام الماضي نحن في الولايات المتحدة كان لدينا 9 فعاليات مختلفة كلها كلف أكثر من $1 بليون. منذ بضعة أعوام 3 عواصف $265 بليون، وهذا في مختلف أنحاء الكوكب. الجميع يدفع ثمن عدم الاستجابة بشكل كافي. فاسمحوا لي أن أقول عددا من الكلمات حول الإطار الذي سوف نقوم به. كل هذه الدراسات أيضا تبين لنا أنها سوف تكلفنا لعملية الانتقال هذه ما بين 2.3 إلى 3 تريليون دولار على مدار 30 عاما القادمين. العام الماضي كان هناك 755 بليون، وبعض الأموال الأخرى التي ذهبت إلى هذا ولكنها لم تكفي. لذا فإن الهدف من هذا الاجتماع وموضوع هذا وكل المناقشات الأخرى كيف سوف نجد الإجابات. أيها السادة، نستطيع أن نجد إجابات. إن اقتصادنا 21 تريليون دولار، وأنا أكون صريح معكم، يجب علينا أن نقوم بأكثر مما نقوم به حاليا، ويجب علينا أن نضع نسبة أكبر. ولكنكم رأيتم السياسة وأنتم على فهم بالمشاكل التي تواجهها في بلدنا. هذه الدول 20 أكبر الاقتصاديات التي يجب عليها أن تقوم بالتحرك لكي تقوم بإنجاح هذه العملية. وهذا يعني أننا في حاجة إلى مساعدة الدول الأخرى لكي تقوم بعملية انتقالي أيضا، بالرغم من أنها أكثر أهمية لتلك الدول 20 لكي تقوم بهذا الانتقال بشكل أسرع. لأن العلماء قالوا لنا في 2018 أن جميع السادة في كل المسؤولين أنتم لديكم جميعا 12 عاما علينا أن نقوم باتخاذ القرارات الهامة لكي نقوم بتلافي الآثار التي سوف تنجم عنها هذه التغيرات المناخية.
الأسوأ. الأسوأ ليس أن نقوم بالابتعاد عنها. لقد قمنا لم نضع أي أموال في الموازنة لكي نقوم بالالتزام بالتزاماتنا. إذا الرئيس بايدن قام بمضاعفة هذه الأموال ثم مضاعفته مرة أخرى 11.4 بليون، وسوف نصل إلى الرقم في العام القادم الذي وعد به. ولكننا لدي أخبار لحضراتكم جميعا، 100 بليون دولار ليس سوى بنس، ليس سوى مبلغ قليل جدا مقارنة بالتريليونات التي تحدثت عنها. ولا يوجد حكومة في العالم لديها مال كافي لكي تقوم بهذه العملية الانتقالية وحدها. كيف نقوم بها إذن؟ علينا أن نقوم بجلب القطاع الخاص إلى طاولة. علينا أن نعطي القطاع الخاص السبيل، الطريق الذي يوجد من خلاله طريق من طريق البنوك، عن طريق البنوك أن نقدم له منحة لكي يقوم بتمويل الكثير من هذه العمليات الانتقالية في السوق. لا نستطيع أن نقوم بكل الأشياء بهذه الطريقة. نستطيع أن نمول أشخاص سوف يقومون بجني الكثير من الأموال. ذهبت إلى كاليفورنيا منذ يومين لننظر إلى أين نحن من ناحية التكنولوجيا والقدرة على أن نقوم بالهيدروجين أو استخدام أي أشياء أخرى وبطاريات لكي تقوم بالمكوث لفترة أطول. كلها سوف تحدث في يوم من الأيام. أنا لا يوجد لدي شك أن العالم سيصل إلى صفر كربون أو كربون منخفض، اقتصاد كربوني منخفض، ولكنني لا يوجد لدي ثقة أننا سوف نصل في الوقت المناسب لكي نقوم بتلافي أسوأ ما ستجلب هذه الكارثة. هذا هو مهمتنا السيد الرئيس. السيد الرئيس، علينا أن نجد سبيلا لكي نقوم بتشجيع هؤلاء هذا القطاع الخاص من خلال الاستثمارات، من خلال إعطائهم تسهيلات ضريبية حول هذه الأشياء التي نعمل عليها على مدار الأعوام الماضية لكي نصل إلى نسبة معينة، وأيضا أن نقوم بجلب البنوك متعددة الأطراف. وأيضا كما تم اقتراح ذلك نحن في حاجة إلى أن نقوم باستخدام بريت وود الاتفاقية الخاصة هناك، وأن نقوم بزيادة الأعداد، وأن نقوم بزيادة ما تستطيع هذه البنوك أن تقوم بتقديمه، وأن نقوم بتشجيع ذلك تلك الأموال لأن تذهب في ذلك الاتجاه. ولا يوجد أدنى شك أن بيل جيتس يستثمر 500 مليون دولار في محطة طاقة نووية جديدة وأيضا محطة أخرى. الكثير من الأموال التي تتحرك باتجاهنا، لأن أي شخص يكتشف أن هناك بطاريات سوف تحافظ على الطاقة لمدة أسبوع أو أسبوعين سوف يغير اللعبة. وأصدقائي، في هذه الفترة الزمنية القادمة لا نستطيع أن نقوم بإشارة أصابعنا ولوم بعضنا البعض. علينا أن نعمل سويا لكي نكون بتشجيع هذه الأموال وأن نجد تمويلا كافيا لكي يكون لدينا قدرة على التعامل مع المخاطر، أو نقوم بمزج التمويل حيث نجلبه من أماكن مختلفة وأن نقوم بهذه الفرص البنكية. هذه هي الطريقة الوحيدة التي أستطيع أن أفكر بها بعد كل هذه الأعوام التي تمكننا من الانتقال بشكل فعال. سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا اجتماعا غاية في الأهمية، حيث يكون لدينا فرصة حقيقية للجلوس سويا ولنتحدث كيف نقوم بإنجاح هذه المسألة. أقول هذا لكل رجال الأعمال هنا، لا نستطيع أن نجلس في غرفنا أو أن نجري حديثا مع مديرين تنفيذيين آخرون. نستطيع أن نتخذ قرارات يكون لها تأثيرا أكبر على النوع البشري، على الجنس البشري وعلى الكوكب، كما سوف يكون لدينا على مدار الأشهر القليلة القادمة. هذه فرصة، وأنا آمل من أجل أولادنا وأولاد أولادنا ومن أجل مسؤوليتنا أمام التاريخ ومسؤوليتنا حول هذه اللحظة الحانية أننا سوف نبدأ العمل سويا. لن نستطيع أن نعمل كالمعتاد، علينا أن ننجز المهمة. شكرا لسيادتكم جميعا.